أهلا وسهلا متابعي قناة الجزيرة مباشر في هذا البث الحي الذي يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن، وفيه نرصد أبرز التقارير الصحفية التي صدرت منذ يوم الأمس. في هذه التقارير تم تداول قضية خاشقجي بزوايا مختلفة. نركز هذه النظرة أو هذه الفقرة تحديدا على تقريرين. التقرير الأول هو التقرير الحصري الصادر عن CNN. هذا التقرير الذي كشفت فيه CNN عن التفريغ للمكالمات أو ما تم رصده من داخل القنصلية السعودية في تركيا، وفي هذا التفريغ الذي لم تطلع عليه CNN بالمناسبة ولكنها وصلت إلى مصدر طلع عليه بشكل مفصل، هذا التقرير يرسم لنا صورة يعني لا توصف بأقل من وحشية عن هذا المشهد، مشهد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. تخلص في الواقع CNN نفسها، لأن هذا التفصيل أو هذا التقرير يؤدي إلى نتيجة واحدة، هو أن العملية لم تكن كما تم ذكرها من الجانب السعودي بهدف استعادة جمال خاشقجي، ولكن وعلى العكس كانت النية مبيتة ومبطنة لاغتيال خاشقجي داخل السفارة السعودية هناك في داخل القنصلية السعودية في تركيا. إذن لنتحدث مفصلا على هذا التقرير وعن ردود الأفعال التي وردت عن هذا التقرير عن CNN. CNN أوردت الكلمات الأخيرة على لسان الصحفي الراحل جمال خاشقجي، وهو بالكاد لا يكاد يتنفس، وهو يكرر: أنا لا أستطيع التنفس، لا أستطيع التنفس، أنا أختنق. هذه الكلمات كانت الكلمات الأخيرة لجمال خاشقجي، وهي التي تم تداولها بشكل مركز في هذه على مختلف الوسائل الصحفية الأخرى التي نقلت عن CNN بعد اطلاعها على هذا التقرير. لكن أيضا ما تم تداوله في هذا التقرير هي تفاصيل كيف تم اغتيال جمال خاشقجي وكيف تم قتله داخل القنصلية السعودية. تقرير الذي اطلع عليه مصدر أخبر به CNN، هذا التقرير يفصل كيف أن سمع صوت منشار وكيف في الواقع ذكرت النقطة التي تم التهكم عليها كثيرا والتي انفردت بها سابقا الصحف التركية وأيضا الجزيرة، وهي سماع الموسيقى عند تقطيع جسد جمال خاشقجي. أيضا تم ذكر هذه النقطة في تقرير CNN، وهي تقول بأن أحد الأسماء الثلاثة التي تم ذكرها في هذا التقرير قال بشكل واضح: إن كنتم متأذين من سماع هذا الصوت يمكنكم سماع الموسيقى كما كنت أسمعها. وهي النقطة التي تم ذكرها منذ يعني وقت مبكر على لسان الصحف التركية في هذه في ما نقلت عن ما رصدته هذه الكاميرات. إذن لدينا ثلاث روايات متطابقة تماما فيما يخص هذا المشهد. رواية CNN التي طالعتنا منذ حوالي 15 ساعة تقريبا من الآن، الرواية الأخرى هي رواية نيويورك تايمز في مقالها الذي قالت فيه كلمة tell your boss أو أخبر رئيسك بأن المهمة قد تم تنفيذها بالفعل. هذه الروايتان متطابقتان تماما، وهي أيضا تطابق الرواية التي تناقلتها الصحف التركية قبل يوم 20 أكتوبر تحديدا، وهو اليوم الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية أن الصحفي جمال خاشقجي تم قتله بالفعل. هذه الروايات كلها روايات صحفية متطابقة، لكن ماذا يتطابق مع هذه الروايات؟ أيضا يتطابق معها الرواية التي وصلت إلى عدد محدود من أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع التي حضرتها جينا هاسبل مديرة وكالة الاستخبارات المركزية. وفقا لذات المصدر الذي أخبر CNN بأنه كان حاضرا في جلسات استماع أو اطلع على الأقل على تفريغ جلسات استماع جينا هاسبل أمام أعضاء مجلس الشيوخ هذه الجلسة المحدودة، هو يقول بأن هذه الشهادات التي وصلته، هذا التفريغ الذي وصله، يتطابق تماما مع ما ذكرته جينا هاسبل. العلاقة ما بين جاريد كوشنر من جهة وبين محمد بن سلمان من جهة أخرى. تحدث التقرير مفصلا عن بدء هذه العلاقة حينما ذهب جاريد كوشنر إلى المملكة العربية السعودية برسائل استخباراتية هي التي حثت محمد بن سلمان على العملية التي وصفت بعملية الريد كارلتون، وفيه تم التخلص من خصوم محمد بن سلمان إنجاز التعبير، وذلك وفقا لما ذكرته نيويورك تايمز. حدثت أيضا عن العلاقات المشبوهة ما بين الطرفين، ما بين طرف محمد بن سلمان من جهة وما بين طرف جاريد كوشنر من جهة أخرى. ذكرت بأن هناك أحد البنوك التي مولت العقارات التي تواجه صعوبات مالية لجاريد كوشنر، هذا البنك له روابط وثيقة بالمملكة العربية السعودية، أمد مؤسسة جاريد كوشنر ب 57 مليون دولار في هذه الفترة تحديدا التي تم فيها عقد هذه الصفقة.
إذن الرسائل المطروحة الآن وفي الواقع كل ما يتم تداوله على ألسنة الإعلاميين الأمريكيين هو السؤال الأكبر: ما هو الرابط ما بين محمد بن سلمان وما بين أسرة ترامب على وجه الإجمال وما بين جاريد كوشنر على وجه الخصوص؟ يعني السؤال الذي طرح أيضا على لسان أحد المعلقين هي رسالة موجهة للرئيس المقبل للجنة الاستخبارات الأمريكية، عفوا لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي أدم شيف. كانت هذه الرسالة واضحة: متى سنسمع باستجوابات توجه إلى جاريد كوشنر من جهة وإلى الرئيس الأمريكي بنفسه دونالد ترامب من جهة أخرى عن ربما تربح أو علاقات أو تضارب مصالح ما بين حماية المصالح الأمريكية من جهة ومعاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي من جهة، ومن جهة أخرى بين تمويل المملكة العربية السعودية للمشاريع العقارية سواء لجاريد كوشنر من جهة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى للرئيس الأمريكي الذي لم يتوانى إبان حملاته الانتخابية عن ذكر كيف يدعمه في الواقع السعوديون، قال ذلك في أحد الحملات الانتخابية بمئات الملايين من الدولارات. إذن هذه العلاقات ستكون محل أسئلة كثيرة من لجان الكونغرس المقبلة في استجوابات مفتوحة. آدم شيف قال عنها الرئيس المقبل لجنة الاستخبارات، قال أنها يمكن أن تودي بالرئيس الأمريكي إلى السجن، ليس إن كان رئيسا وإنما إن خرج من دائرة الرئاسة. إذن السيناريوهات مفتوحة، يمكن أن يعزل الرئيس، يمكن أن تؤدي إلى سجن الرئيس ليكون بذلك أول رئيس أمريكي يدعى السجن في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كثير من التداعيات سنتابعها مع حضراتكم على طوال الساعة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وبالتأكيد كل يوم يخرج علينا الكثير من التصريحات ننتظر في هذا الأسبوع. نذكر المتابعين الأعزاء بأجندة الكونغرس في هذا الأسبوع، ينتظر اليوم أو الأربعاء على أقصى تقدير أن يتم التصويت على التعديل النهائي لمشروع القانون المقترح من قبل السيناتور بيرني ساندرز وآخرين. هذا المشروع قد ينهي بشكل قطعي علاقة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لحرب اليمن من خلال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. أيضا ينتظر توسيع قانون ماجنيتسكي ليشمل بالعقوبات محمد بن سلمان شخصيا حسب ما دعا إلى ذلك السيناتور لينزي جراهام. لدينا الكثير والكثير في الكونغرس الأمريكي، وكل ذلك سوف نتابعه دوما عبر عدسة الجزيرة مباشر من واشنطن. كنت معكم عمرو حسن، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.